أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العلي العظيم. الشخص الخير يحب الخير لجميع الناس، هذه طبيعة النفسية الخيرة. يحب أن يكون جميع الناس مهتدين، يحب أن يكون جميع الناس بعيدين عن الذنوب، يحب أن يكون جميع الناس مرضيين عند الله عز وجل، يحب الخير للناس بطبيعة حالة الخير الموجودة في نفسه. فماذا يصنع؟ ينصح الناس حبا للناس، ينصحهم. الآية المباركة التي تنور كلامنا بها، هذه الآية تتحدث عن الدعوة إلى سبيل الله عز وجل، تتحدث عن نصائح. كيف تنصح؟ الآية المباركة ذكرت ثلاثة طرق: بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. لاحظوا الموعظة في هذه الآية المباركة ما ذكرت مطلقة، ذكرت مقيدة: الموعظة الحسنة. إذن الموعظة التي ليست حسنة ليست مأمور بها، ليست مطلوبا. المجادلة أيضا ذكرت مقيدة ما ذكرت مطلقة: المجادلة بالتي هي أحسن. إذن مطلق المجادلة ليست محبوبة في المقابل. الحكمة ذكرت مطلقة بدون قيد، يعني أن الحكمة في الدعوة إلى سبيل الله مطلقة محبوبة، مطلقة مأمور بها: ادعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة، بصورة مطلقة. ولكن والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كلامنا عن الدعوة بالحكمة،
الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة مطلقة بصورة مطلقة في هذه الآية الكريمة مطلوبة، محبوبة، مأمور بها. هل يعقل أننا نعالج جميع الأمراض بدواء واحد؟ لا يعقل، لا يمكن. لكل مريض دواء كما أن لكل مرض دواء. هل يعقل أننا نطعم جميع الناس طعاما واحدا؟ ليس من الصحيح. النصيحة بمثابة الطعام وأحيانا بمثابة الدواء. لا يمكن أن ننصح كل الناس بطريقة واحدة، ولا يمكن أن ننصح الناس في أخطاء مختلفة بطريقة واحدة. لكل خطأ طريقة، لكل شخص طريقة. تريد أن توجه شخصا، تريد أن تبعد شخصا عن خطأ وقع فيه أو عن خطأ ربما يقع فيه، دائما شكل واحد تنصح الناس خطأ. الطرق للنصيحة لا أقول عديدة، أقول كثيرة. يلزم أن تختار الطريقة المناسبة في هذا المورد، في كل مورد طريقة مناسبة. أنا كنماذج أذكر بعض الطرق، بعض أصول الطرق. وطبعا القضية ليست محصورة في هذه الطرق التي أذكرها. طرق النصح، كيف تنصح الناس؟ الناس من؟ أولادك، أصدقائك، البعيدون، البعيدين، حتى الأعداء. أولا الطريقة الأولى، الطريقة المباشرة، الطريقة الصريحة، تصارحه. هذه الطريقة تنفع كثيرا قبل أن يسقط الشخص في الخطأ. لكي لا يسقط في الخطأ انصحه بطريقة مباشرة، هذا ينفع قبل سقوطه. الشيء الفلاني ضار، الشيء الفلاني مؤذي لك، الشيء الفلاني يبعدك عن الله عز وجل، الشيء الفلاني يجعلك تحرم من مزايا. صارحه. تريد أن تقدم نصيحة لأولادك، لأحد أولادك، لأحد أصدقائك قبل أن يسقط في الخطأ، صارحه. تتحدث مع شاب مثلا، قل له أنت شاب، الشاب سلطة، لا أقول سلطة، قوة الشهوات عليه أشد من قوة الشهوات على الشخص الكبير في السن. الشاب القوة الغضبية فيه أشد من القوة الغضبية في الكبير في السن، يعني الخطر عليك أكبر. أنت كشاب يلزم أن تنتبه أكثر. ولسرعة انفعالك احتمال سقوطك في الخطأ وفي والعياذ بالله الذنب أكبر. المحرك الداخلي أقوى، المحرك الداخلي أسرع، أقوى وأسرع.
احتمال السقوط يكون أعلى. انتبه. قل له أنت قبل أن تسقط في الخطأ أقدر على الشيطان منك إذا سقطت في الخطأ. ماذا نقول الشباب وغير الشباب؟ لا بس هالمرة إن شاء الله ما أرتكب هذا الذنب أو هذا الخطأ مرة ثانية. الآن أنا ظروفي في المرة التالية أمسك نفسي. الذي ما تمكن أن يمسك نفسه في المرة الأولى من الصعب عليه أن يمسك نفسه في المرة الثانية. لماذا؟ لأن الشيطان قبل أن يدخل إلى قلبك يطرق الباب، أما إذا دخل إلى قلبك تحتاج إلى جرافة تخرجه، تحتاج إلى قوة قوية جدا حتى تخرجه، حتى تخرجه من دارك، من قلبك. في المرة الأولى أصبر أسهل. كل الذنوب، هذا جانب آخر والعياذ بالله، كل الذنوب ولا استثناء في ذلك، الكبائر والصغائر، كل ذنب يرتكبه الشخص يوجب حرمان هذا الشخص من لذة محللة، إما بمقدار لذة الذنب أو أكبر من لذة الذنب، العياذ بالله. في الدنيا هكذا. ما الذي تفكر فيه من الذنوب؟ أي ذنب تصوره؟ هذا الذنب إذا ارتكبه الإنسان بسبب ارتكاب هذا الذنب سيحرم من لذة محللة بمقدار هذا الذنب أو أكثر منه. الطريقة الأولى الطريقة المباشرة في النصيحة. الطريقة الثانية الطريقة نسميها غير المباشرة، نسميها الكنايات، نسميها عبر ما شئت. هذه الطريقة الثانية تنفع فيما إذا كان الشخص قد سقط في الخطأ والمصارحة معه توجب حرجا عليه. كثيرا ما يحدث تريد أن تقول له أنت ارتكبت الشيء الفلاني يحرج. هنا استخدم الطريقة غير المباشرة. كيف؟ بمناسبة قل له قصة، بعد فترة اقرأ له حديثا شريفا، في فرصة أخرى اذكر له كلمة حكمة، اقرأ له شعرا. الذكي يجمع الأشياء، يستنتج نتيجة مفيدة. هذه طريقة ثانية، الطريقة غير المباشرة. الثالثة الطريقة العامة. أنت تريد أن تنصح شخصا معينا في مجمع أذكر النصيحة، في جروب أكتب شيئا هو موجود في هذا الجروب مثلا، في مواقع التواصل الاجتماعي التي هو موجود في هذه المواقع، أذكر شيئا عاما، مقطع فيديو، صورة، كتابة، صوت، أي شيء. بهذه الطريقة تنصحه. هذه الطريقة الثالثة، الطريقة العامة، النصيحة بعبارات عامة. لعلك تقصد هذا الشخص بالذات، أنت تذكر شيئا عاما، هو أيضا يستفيد كما أن غيره يستفيد. رابعا الطريقة الرابعة، أنصح أو أنصح الشخص بلسان غيرك، يعني غيرك ينصحه. أحيانا ليس المناسب أن أنصحه أنا، المناسب شخص ثاني، المناسب شخص هو يحبه. أنا أقول لأستاذه انصحه،
مثلا أقول لصديقه انصحه، هو يقبل من صديقه أكثر مني. أقول لرجل دين، أقول لشخص انصحه لا بلسانك، بلسان غيرك، هذه أيضا مفيدة. الطريقة الخامسة وهي مفيدة جدا جدا، اجعله هو ينصح الناس. تأثير النصيحة في الناصح أكثر من تأثير النصيحة في المنصوح. تريد أن تبعده عن شيء سقط فيه أو لم يسقط فيه، أطلب منه أن ينصح الناس بهذه النصيحة، هذه جدا مؤثرة جدا جدا، هو ليكن ناصحا. تريد أن تبعد ولدك عن ذنب، أطلب منه أن ينصح الناس أن يبتعدوا عن هذا الذنب. هذه خمسة طرق، والطرق كثيرة. في كل مورد تريد أن تقدم، أنت إنسان خير، تحب الخير للناس، تحب الخير لصديقك، تحب الخير لأهلك، تريد أن تنصحهم، فكر أي طريقة تستخدم، طريقة مباشرة غير مباشرة بلسان غيرك. هنا نقطتان مهمتان. النقطة الأولى، يقال أن شخصا كان يريد، في شبابه قوي، طاقة قوية كبيرة، كان يريد أن يغير العالم. فترة سعى، حاول، شاف لا ما يتمكن، لا يتمكن أن يغير العالم. قرر أن يغير أهل بلده. كبر في العمر سنوات سنوات، رأى لا، غير شيء غير مقدور بالنسبة إليه. قرر أن يغير عشيرته. كبر كبر، فترة حاول لا يمكن. قرر أن يغير عائلته. كبر كبر، أصبح شيخا كبيرا، رأى أنه لا يتمكن أن يغير عائلته، قرر أن يغير نفسه. عند ذلك علم أن الطريقة كانت خاطئة. التغيير يكون من الأقرب، أقرب الناس إليك أنت، أقرب الناس إلي نفسي. الذين يريدون أن يغيروا الناس من الأبعد، هؤلاء فاشلون بالتأكيد، بالتأكيد. التغيير لا يأتي من البعيد، التغيير يأتي من القريب. الطريق كله فاسد، تريد أن تغير آخر الطريق، لا يمكن. من هنا أبدأ؟ من نفسك ابدأ. المصلحون بدأوا بأنفسهم فأصلحوا مجتمعاتهم. تريد أن تنصح الناس رتبة، لا أقول زمنا، رتبة نصيحة نفسك في المرحلة الأولى. الإصلاح من النفس في المرحلة الأولى كرتبة، طبعا لا علينا بالزمن. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أنا أريد الخير للناس، أنت تريد الخير للناس، تعرف الخير؟ ممكن أن الشخص لا يعرف الخير ويوجد الخير في الناس؟ بعضنا لا يعرف الخير يا أخي، لا أقول بعضنا، كلنا بدرجات مختلفة. التعلم ثم التعلم بدون تعب إخواني. حقا بعض العلماء
أسوة عظيمة لنا يا أخي. 60 سنة 70 سنة لا يطبع عن العلم. 60 سنة تعلم، 70 سنة تعلم، إلى آخر عمره يتعلم، مع أنه عنده مصدر. هو تعلم ماذا؟ تعلم من منبع زلال صافي، من منبع روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. روايات أهل البيت نور، مع ذلك لا يأبى أن يتعلم، لا يأبى أن يعترف أنه على خطأ أحيانا. المصدر مصدر نظيف، أنا لعلي ما فهمت. روايات أهل البيت كلام المعصوم 100% صحيح لا شك، فهمي من كلام المعصوم قد يكون خاطئ. 60 سنة 70 سنة لا يترفع عن تعلم شيء. أحد كبار مراجع التقليد أدام الله ظله الشريف كان يقول لا تأبوا، يقول لنا نحن رجال الدين، لا تأبوا أن تعترفوا بالخطأ. أنت مشيت طريقة معينة علمية، طريقة استنباط لأحكام شرعية، بعد 20 سنة علمت أن هذه الطريقة بالذات ما كانت صحيحة، اعترف خلاص، كل الطريق يلزم أن يتغير فليكن. لا تأبى أن تعترف عمليا بالخطأ. يعني أنا مشيت طريقا، هذا الطريق حتما صحيح، قد يكون فهمي خاطئا، ممكن أنا إنسان عادي بشر عادي أخطأ. التعلم، أتعلم الخير ما هو؟ من منا إذا بدأ يتعلم لا يكتشف أن بعض الأشياء كانت عنده أخطاء؟ أقلل أخطائي، أتعلم الخير حتى أنصح الناس بالخير. أختم كلامي بحديثين شريفين. الحديث الشريف الأول ذكر عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الجدال في الدين. الجدال في الدين شيء محبوب، ذكر عند الإمام الجدال في الدين، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام قد نهوا عنه. القائل قال للإمام الصادق هكذا، أن النبي صلى الله عليه وآله، القائل يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام نهوا عن الجدال في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام لم ينه عنه مطلقا. من قال أن النبي وأهل البيت نهوا عن الجدال في الدين بصورة مطلقة؟ لا، ولكنه نهي عن الجدال بغير التي هي أحسن. الشيء المنهي عنه الجدال في الدين لا بالتي هي أحسن، أما الجدال في الدين بالتي هي أحسن فهو محبوب مأمور به. لم ينه عنه عن الجدال في الدين مطلقا، ولكنه نهي عن الجدال بغير التي هي أحسن. أما تسمعون الله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فإذن جادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن. وقوله تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحديث الشريف والأخير حديث مختصر، عندنا أخطاء، قبل أن أنصح الآخرين أنصح نفسي. لا أقول قبل زمنا، أؤكد قبل رتبة، لعله في زمن واحد في وقت واحد أنصحه وأنصح نفسي ليست مشكلة، أما الرتبة رتبة نصح نفسي مقدمة. النصح للمستقبل، الماضي ماذا نصنع به؟ أخطاء الإنسان في الماضي يتوب إلى الله عز وجل، يحاول أن يصلح ما أفسده أمور. هذه الرواية الشريفة أيضا
بالنسبة للماضي والمستقبل طبعا. عن الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه، واضح، شخص لا يقدر أن يكفر ذنوبه السابقة، من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، فإنها تهدم الذنوب هدما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلمة ما هي؟ فليكثر. هي الصلوات تهدم الذنوب هدما، أكثر من الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقهر سلطان الشيطان عنا بسلطانك، حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك، فنصبح من كيده في المعصومين بك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.